من الإفساد في الأرض أول التاريخ أن يقع ظلم تاريخي وينسحب على أناس يظلمون أناس بظلم ويبقى ذلك الظلم صاحبا له إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. وهذا ما تمقض به التاريخ، ما ظلم التاريخ به أهل الحق والاستقامة ولذوا بالخوارج، وصارت ما يذكر هؤلاء الطائفة الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر إلا ويلذون إلا ويشتمون إلا ويعني يساهون بألسنة الحداد بألفاظ تنهش فحشاء وكلمات تنهش نهشاء. هذا الظلم التاريخي إلى متى؟ خرجوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أقاموا الشريعة في أنفسهم حق القيام، قاموا بحق الله، ظلمهم التاريخ، ظلمهم الناس. إن يعجفونك أن تذوق منانا وذروا الدموع على الخدود سجاما واعلم بأنك ميت ومحاسب يا من على سخط الجليل أقام. لله قوم أخلصوا في حبه فرضي بهم واختارهم قداما، قوم إذا جن الظلام عليهم باتوا هنالك ركعا وقياما. نعم، لله قوم شروا لله أنفسهم فأتعبوها بزد الله أزمانا، أبدانهم أتعبت في الله أنفسهم وأنفس أتعبت في الله أبدانا، أما النهار فقد وافوا صيامهم وأما ولا تراهم فيه ربان، ذابت نفوسهم خوف العذاب غدا فقطعوا الليل تسبيحا وقرآنا. نعم، هذا الظلم الذي صاحب هذه الفئة وهذه الثلة من الناس إلى يومنا هذا، منهم من يسلط لسانه نقراطا لأعراضهم ويطعن فيهم وفي استقامتهم. أهؤلاء الخوارج وقد قيل فيهم شباب والله مبتهلون في شبابهم، غضيضة عن الحرام أعينهم، بطيئة إلى الشر أقدامهم، أنضاء عبادة وأضلاع سهر، باعوا أنفسا تموت غدا بأنفس لا تموت أبدا، موصول كلامهم بكلامهم وقيام ليلهم بصيام نهارهم، مصفرة ألوانهم ناحلة أبدانهم من طول الصيام وكثرة القيام، قد نظر الله إليهم في جوف الليل منحنية أصلابهم على أجزاء القرآن، إذا مر أحدهم بآية فيها ذكر الجنة بكى شوقا إليها، وإذا مر أحدهم بآية فيها ذكر النار شهق شقة، وكأن زفير جهنم في أصول آذانه، مستقلون ذلك في جنب الله، مستنجزون لوعد الله، حتى إذا رأوا وشائك السهام وحد السيوف وأرعلت الكتيبة بصواعق الموت وأبرقت استهان وعيد الكتيبة لوعد الله، ولا قوشب الأسنة ووشائك السهام وحد السيوف بوجوههم ونحورهم وصدورهم، ومضى الشاب هنالك قدما حتى اختلفت رجلاه على عنق فرسه فخر صريعا في الثرى، ورملت محاسن وجهه بالدماء فأسرعت إليه سباع الأرض، وانحط عليه طير السماء، فكم من عين في منقار طائر طالما بكى صاحبها من خشية الله، وكم من يد أبينت عن معصمها طالما اعتمد عليها صاحبها في السبول لله، وكم من خد عتيق فلق بعمود الحديد فرحم الله تلكم الأبدان وأدخل أرواحهم الجنة.